السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده. اليوم جيتكم في مشروع جديد، هذا خطره مشروع اللي حبيت تديرها لعمرها ديرها لعمرها مي. انا حنخدمها لكم كمشروع، حنعطيكم سعر البيع، حنعطيكم فيها كلش. تابعوا بكرة فيديو الاخر تعرفوا واش لازم تنا، باسكو على هاد لابوشيت اللي انا حين نخدموها. باسكو اليوم حين نخدمو بوشيت تاع مكياج، هاد لابوشيت اللي حين نخدموها لازم تبعي لا فيديو لي زيتاب تاعو كاع باش تقدر تخرج لكم فينيا وواقفه كيما حتخرج لي ليا، باسكو الا قعدتي شتي شويه من بعد صوتيتي لا فيديو مش حتفهمي كيفاش راح ديري. سي بوغ سا خياتي انا ننصحكم تابعوا لا فيديو حتى الاخر. الوغ هنا القماش اللي حنستعملو، انا حنخدمو بهذا القماش دو دوغا، هذا النوعيه. تقدري تستخدميه بالقرطيفه تاع الفراشات، تقدري تستخدميه بالقماش تاع المصاطع هذاك كيما حبيتي، هنا لك الاختيار. انا حنخدمه بالقماش تاع دار. الوغ واش نستحقو خياتي؟ انا ديت هذا القماش وهذا القماش لا ديبلور. هاوليك هذا القماش حنديرو من الفوق لا بوشيت، هذا القماش لا ديبلور، داك الاختيار واش ديري. ونسحقيت فيها تاني هايليك لاوات بلو ماتر الرقيقه كاع الان، هايليك راكم تشوفوا فيها رقيقه كاع. ونسحقوا ثاني لا فيرميتور بالمترا، انا حنخدم بالنوار. دوك انت واش راك تخدمي؟ هادو ما واش نسحق دوزان فيها. الوغ الحاجه الاولى اللي نديروها وشنو هي؟ نعطيكم المقاس تاع البوشيت، هذه نديرو فيها 45 على 35 في زوج، هادو ما هذا وهذا نديرو فيه 45 على 35 ونزيدو نسحقو 31 سنتيم تاع هذه، ونسحقو مربعات هكذا زوج مربعات كما راكم تشوفوا فيهم 6 على 6 سنتيمتر. هاوليك زوج مربعات 6 على 6 سنتيمتر، ولا فيها بتقصوها على قيس هذا القماش، تسمى 35 على 45. واش نديرو خياتي؟ تابعوا معايا خياتي، نرفدو الوجه تاعنا. واش نديرو؟ نطوي كيما هكا باش يجينا الخدمه سهله هكا خياتي. واش نديرو؟ نطوي كيما هكا تخياتي، بعد نفتو المسطره تاعنا ونديرو كيما هكا باش نشدو التخي هكا خياتي، كيما هكا نشدو التخي تاعنا نفتحوه يبان لنا التخي اللي درناه. هاوليك الا كنتو تخدمو في قماش ابيض، هاوليك التخي تاعنا الا كنتو تخدمو في قماش ابيض خياتي ديرو بقلم، بصح قلم رصاص ما نصحكمش بيه باسكو ما يروحش، انا ندير طبشور باسكو يروح كيما هكا نطراسيوه. من بعد نروحو الجهه اللي منا نديرو نفس الطريقه كيما هكذا، هذا باش يجينا ساهل في الطراساج تاعنا فقط. هكذا نديرو نفس الشيء هكذا، نعاودو نفتحو ونتبعو الخط اللي دارته لنا. هاوليك انا نبريفيري نخدم بالطبشور ولا هذاك هذاك الاخر اللي نخدمو به اللي نشروه القلم هذاك تاع طراساج هكا خياتي. دوك واش نديرو ابخي ما درنا كيما هكا؟ ناخدو المربعات ديالنا نديرو غير قيس المسطره ونطراسيو هكذا كيما راكم تشوفو، قيس المسطره وهبط دير باش نخرجو المعينات تاعنا هكا، باش نخرجو المعينات تاعنا اللي رايحين نطرحوهم ابيان سيغ. كي نكملوهم هكا بالطول نروحو بالعرض هكا، نكملوهم قاع هكا حتى تخرجو المعينات تاعنا. هاوليك خياتي مور ما طراسين تو قاع، دوك واش نديرلو؟ دوك نروح نديرلو هادي لافيزين بلو متر هكا خياتي، نحطهالو في ظهرو كيما راهو هكا، عفوا حطها له في ظهره كيما هكا، ونشدو بليزي بانك ونروح نطرح في الماشينه. جيت هنا نروحو نطرحو في الماشينه، نشدوه بليزي بانك باش ما يغلبناش ونروحو نطرحوه في الماشينه كومبليتمون خياتي. اللي عندها مطرح تما شات المطلاسي مطرح سيختو تاع قاذيفه ننصح به احسن، ما ديش كاع لي زيتاب تخدم ديريكتومون. انا حنطرحو حنخدم في حاله ما عندكش، حنا نطرح
تما اللي حنخدم. سينو اللي عندك المطرح روحي ديرك في مول ايتاب لي مور ما تطرح. دوكا نروحو للتطرح وتابعي معايا. الو خيتي نبداو نطرحو هكذا غير بالعقل ما كما قلقك. ولي حبت تطرح صغير على هكا ضيق الخدمه تاعها اكثر. وماذا بيكم تطرح يكون باللون تاع القماش باش يجي شباب. تبداو ببوان داري وتكملوا ببوان داري باش ما تتفتح لكمش التطرح ديالكم. وقلت لكم اللي صابت مطلاسي تخدم بالمطلاسي تي نقولوا تي بيتي هذا التطرح. واللي ما عندهاش مطلاسي خياتي تخدم كيما هكا تطرح يدويا. مي بصح من المستحسن شغل تخيرو نتوما ولا كان عندكم لي شوت تاع مطلاسي حبيتو تبداو بهم. يعني اللي خدمت كوفروري وقعدوا لها لي شوت ولا تشري نص متر مطلاسي دير لك خير كبير تاع لي بوشيت دير لك باك سته لي بوشيت سيريه بالاحجام. انتوما خياتي سينو تطرحها ما ياخذش بزاف وقت باسكو ما راهيش فريمون كبيره. وكي تكوني شي طراساج تاعها شويه اللي ياخذ وقت سينو تطرح تاعها ماشي ياخذش بزاف الوقت. يعني تشوفكم تشوفوا قدام عينيكم راني نطرح بسلاسه طريقه سهله مانيش دايره لا فيتاس الماشينه على جالكم باش تشوفوا مليح. سينو لو كان راني نخدم بلا تصوير لو كاني دايت لها لا فيتاس راني كملت ديجا راني كملت. انتو خياتي وشدوها بلي زيتان باش ما تهرب لكمش. ميم كي تخدموا هكا بالطبشور غير تنفضوها يروح الطبشور تاعكم. ميم تغسلوها الى يا سيدي ما عرفتش بالتنفض تغسلوها يروح ماشي كيما بالقلم. ديجا القلم ما يبانش في الكحل كيما هكا وماشي كيما القلم. القلم ما يروحش في الغسيل نضع على قلم راسات ولا ستيلو ولا ما يروحوش. ممكن تحبوا تفرسيوها يروحوش ولا تقعدوا تحطوا تعاودوا دبل طرافاي. اخواتي دوكا نكمل معكم هذوما افقيان ما تروحوا العموديين انا راه نقبل ما خياتي اني كملت هنا التطرح تاعي طولي شوفوا. دوكا نروح نديروا المعينات تاعنا تابعوا معايا. نروحوا للخط الاول تاعنا نزيد واحدة هنا صغيور باش تجي متحوفة ما يقعدش كاين فيد كبير هكذا. دوك تشوفوا المعينة تاعنا والتطرح تاعنا كيفاش يخرج. ما تنساش بوك بوان داري خياتي على حنا نطرحو على ما خدمناش ديريكت باش البوشات تاعنا تجي واقفة خياتي ما تجيش ميتة باش تشد روحها وتجي واقفة. كمشروع ولا غير لاباس تخدمو كبداية وتخدمو بخيس قولو بلي شويت ماشي حين تخدمو. مام كي تشرو نصف متر تاع قماش يديلكم عجب وتنوعو وتقدو ديرو لي سيري. انا خدمت لي سيري تاع لي بوشات الكبيرة والوسطانية والصغيرة وخدمت لي بوشات تاع السيشواغ تحطي فيهم سيشواغ وليسوغ. تما خدمت عجبت بيهم وكيما نقولو حنا ما ياخذوش بزاف وقت في الخدمه تاعهم وحاجه ساشون مع العرايس وكاع. هذه بوشيت للعروسه كوموندتها ما كنتش تشوفوا فيها الدوغي بزاف. العروسه كوموندتها حبت هذا القماش شوفوا خياتي شوفوا خياتي كيفاش خرجوا المعينات تاعنا. انا مازال ما كملتش راح نكمل كاع المعينات تاعنا ونحي الزوائد اللي جايين ونشوفوا كيفاش نكملوا. الو خياتي انا كملت طرحتها كاع شوفوها من اللور كيفاش شوفوها من القدام نحيت لها كاع الزوائد هكا نقيتها كاع
دوك نرفد لا فيرميتور نروح من جهه ال 35. انا ما نديش فيها 35، شوفوا نشتو نديرها نقصدت فيها 33. نحط لا فيرميتور تاعي. دوك انا واش ندير، نحيها نحلها جزئين كيما هكا. لا فيرميتور تاعي تاع لو متر نحلها جزئين، نحطها كيما راهي هكا، نبقطها من هنا كيما راكم تشوفوا، نحطها على الوجه تاع المطلسي تاعي. فوالا نحطها، نبقط لا فيرميتور تاعي عادي على المطلسي كيما موضح، كيما راه موضح. شوفوا كيفاش نكمل نطلق لي بونطاري. الو خياتي، ركبت لا فيرميتور منو من هايليك منو ومننا. دوك واش ندير، نروح نفك راديو بلور تاعي، الظهر تاعي نحطو على لا فيرميتور منو هاكا، ونجوز عليه بخياطه خياتي هاكا كيما راكم تشوفوا هكذا، ونحطها ونخدم كيما راكم تشوفوا سوا هاكا، نحطها ونخدم خياتي. تابعوا معايا هاي ديك لا فيرميتور تاعي، نوض انفينيها، نديرها خياطه تجميليه، انفيني لا فيرميتور تاعي من هكا خياتي، نديرها خيط خيط صغير هنا هكا على بعد 0.5 هكا بانداري وانفيني. هكذا راني فينيت لا فيرميتور تاعي، هاي منا ومنا فينيت لا فيرميتور ديالي. دوك ما نروحش لهاد الجهة، ما نغلقش لا ديبلوغ تاعي، نخليها مفتوحة. دوك نشوفو واش نديرو، تابعو معايا. الو خياتي، نروح نكملو من الجهة لخرى تاع لا فيرميتور، تسمى هاي ليك هادي لي فينيناها، هاي ليك مفينية. بعد نجيب القماش تاعي لهنا باش نروح الجهة الزوجة. دوك نقولكم كيفاش نخدمو في الجهة التانية. نحطو هكذا فوق لا فيرميتور هكا خياتي، نحطو ونبداو نخيطو عادي 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 عادي. من بعد نديرو بونداري، نخليو فتحة تاع 15 سنتيمتر باش نقلبو منها هكدا خياتي. فوالا نديرو بونداري بيان سوغ باش ما تتفتحلناش الخدمة ديالنا، ونكملو نورمال نغلقو لا فيرميتور تاعنا. من بعد واش نديرو خياتي، نقلبو عادي، ونروحو نفينيو هذا الجهة هكذا بالخياطة التجميلية. بصح هذاك المرسول اللي خليناه ما نمسوش، ما نديروش عليه خياطة تجميلية باسكو نستحقوه هكا خياتي. تما نكملو الخياطة التجميلية ديالنا نورمال، شوفو نبدا فوالا لهنا هكا، نديرو البونداري تاعنا، نقصو الخيط هكا باش نفينيو خدمتنا في المانتو، ونعاودو نكملو من التحت فوالا، نكملو هنا من التحت الخياطة التجميلية تاعنا. دوك واش نديرو، دوك نركبو الرأس تاع لا فيرميتور تاعنا هايليك، نركبوه هنايا في السحاب ونولي ليكم. ركبت خياتي هنا السحاب، من بعد قلبتو درتو كيما هكا. دوك نروح للمنتصف تاعو ونحدد كيما هكا، نزيد من هاد الجهة نروح للمنتصف ونحدد. من بعد واش ندير، نفتح كيما هكا، لازم نحط السحاب تاعي هكذا فوق هذيك اللي حددتها هكا خياتي. من بعد نحكم بلي زيبانك باش ما تهربليش هاكم، تشوفوا هاديك السحاب تاعي فوق هذيك اللي حددتها، النقطة اللي حددتها هاكا، نحكم هاك السحاب، نزيد هاد الجهة كيف كيف فوقها، نحكمها بس
بالايبانغل عفوا كيما هكا هلا. بعد واش ندير خياتي؟ من بعد نرفد مربع كيما هكا نخدمو بالكاغط تاع 5 على 5 سنتيم، نحطو هنا كيما راكم تشوفو في هاد الكوانا، ونطراسي هكا في الربعة زوايا هكا خياتي، نديرو في الربعة زوايا تاع لابوشيت تاعي. هذا المربع المقاس تاعو يتغير على حساب حسب مقاس تاع البوشيت. هاكا نحي المربعات تاعي هاكا لي كوان تاعي، نقصهم فوالا نضربنا وحاصلها هاوديك فوالا. نحي المربعات تاعي في ربعه كيما راه موضح لكم. بك تابعوا لا فيديو حتى الاخر باش تفهموا مليح كيفاش توقفوا لا بوشيت ديالكم. هكا خياتي، الوغ واش نديرو دوكا؟ دوكا نروحو لهذوك المربعات الصغار اللي خدمناهم، اللي درناهم 6 على 6. واش نديرو خياتي؟ نديرولهم كيما هاك هكذا وهكذا، ونضربوهم كيما راهو موضح. ها نعاود نوضح معاكم كيفاش خدمتهم. ها مليك هكذا، ونجوز عليهم خياطة كيما راكم تشوفوا هاكا، ندوز عليهم خياطة في الطرف كيما هاكا هكذا. هانيك هايليك زيد الثانية تانيت هكذا، نزيد الجهة الأخرى، نخدمهم كيما البي ابي بري هكذا. هاي يا سيدي باش متهبلنيش، هايليك هايليك، ونخدمها كيما اختار. فوالا على خياتي، انا هنا عاود قلبت خرجت لا دوبلوغ من اللور، هايليك عاود جبتها منا قلبت تما نخدم بلاوات. واش ندير؟ نجي لهنا ندير المنتصف تاعي اللي حطيته، نجيب الاخرى تاعي هايليك، نحي لك هاد الخيوط الزايدين هكذا باش تكون واضحه معاكم الصوره هكذا خياتي. واش ندير؟ نطويها على 2، نرفدها نحطها هنا في المنتصف تاع هكذا، ونزيد فوقها هذيك لا ديبلوغ اللي كنت قلبتها هكذا خياتي. من بعد نروح ندوز عليهم بخياطة كما راكم تشوفوا، بعد نتأكد ندير طنداري على فيرميتور باش متنفتحليش، ونكمل خياطتي عادي. بعد واش ندير انا هنا خياتي؟ نحي الزائد كما راكم تشوفوا، نحي الزائد هكذا من ومن، نحي الزائد من جهتين. بعد اش يبقى لنا؟ يبقاو لنا ليكوان. واش ندير انا دوكا؟ راح نشد الكوان تاعي، تابعوا معايا مليح خياتي هكذا،
شد الكوان تاعي مليح كيما هكا هاوليك الكوان ديالي نشدو مليح ونزيد الكوان تاع القماش كيما راهو وموضح هكذا كوان تاع لا دوبلور تما نخدمو الكوان الاول تاع لاواط هايليك باش تيكون واضحه هذا الكوان الاول تاع لاواط تحكميه كيما راهو تزيديلو الكوان تاع لا دوبلور هكا فوقو هاكا باش نجيكم سهله الخدمه وتروحوا تجوزوا عليه بخياطه هكا في نحن نخيط كاع لي كوان تاوعي ونولي لكم خياتي هاي ليك لابوشيت تاعنا في الشكل تاعها النهائي جيسبر تكون عجبتكم مور ما قلبناها وفينينا لا فيرميتور تاعنا من برا زدنا غلقناها وقلبناها هاي ليك شخرجت هذه لابوشيت الموين كاين الاكبر وكاين الاصغر جيسبر تكون عجبتكم وجوكم الطريقه تاعها سهله في الصنع وكاش استفسار ولا بعثوا لي في رقم الهاتف عيطوا لي ولا بعثوا لي في الانستغرام ولا في الفايبر ولا في الواتساب ولا وين حبيتوا نجاوبكم على الاستفسارات تاعكم بالنسبه للسعر تاعها يبداو من 40000 وطلع على حساب القماش خياتي وعلى حساب الحجم وعلى حساب المنطقه تاعكم شحال يحسبوا فيها هكا خياتي الى الملتقى ان شاء الله في فيديو واحد اخر تهلاو في روحكم وبزاف بزاف في صحتكم سلام.